المفروض في توقيت الحلقة دي هنتكلم عن لا او هنتكلم عن لا او ممكن نتكلم عن احد اهم قادة المسلمين وكبار رجال التاريخ، وكان رابح حكام الاتراك السلاجقة وصاحب الانتصار الكبير على الروم في معركة ملاذ كرد. بلغ حدود حكمه من اقاصي بلاد ما وراء النهر الى اقاصي بلاد الشام، وبرغم عظم مملكته الا انه كان تابع للخلافة العباسية في بغداد، لقب بسلطان العالم او السلطان الكبير او الملك العادل. قصتنا النهاردة عن السلطان القائد الاسد الباسل الب ارسلان. في 15 ديسمبر سنة 1029 اتولد محمد ابن جغري بيك داود ابن ميكائيل ابن سلجوق ابن دقاق التركماني الشهير بالسلطان الب أرسلان. اتولد في قبيلة من قبائل الغز التركية اللي كان بيقودها الزعيم القائد سلجوق في القرن الرابع الهجري، وساند السلاجقة في الفترة دي الخلافة العباسية في بغداد ونصروا أهل السنة والجماعة بعد ما أوشكت دولة الخلافة على الانهيار بسبب المد الشيعي اللي كان في إيران والعراق. وفي سنة 455 هجري 1063 ميلادي توفي طغرل بيك، وما كانش عنده ولد يحكم مكانه في الحكم، فحصل صراع على الحكم حسمه ابن اخوه الب ارسلان لصالحه بمساعدة وزيره نظام الملك اللي كان معروف في التوقيت ده بثقافته العالية وذكائه وقوة نفوذه. الب ارسلان في الفترة دي واجه صراعات من قادة كتيرة جدا في المنطقة، ولما اطمن ان الامن بقى تمام في بلاده وكل الاقاليم اللي كانت حواليه بقت خاضعة ليه وتحت امارته، بدأ بقى يخطط لتحقيق اهدافه، وهي فتح البلاد المجاورة للمناطق الخاضعة ليه وتوحيد العالم الاسلامي كله وبالذات مصر اللي كان بيحكمها الشيعة الإسماعيلية في التوقيت ده. وبدأ فعلا يجهز جيش كبير واتجه بيه لبلاد الأرمن وجورجيا وفتحها، ونشر الإسلام في البلاد المجاورة لبلاده والناس حبته بسبب أخلاقه ودينه، وبعت قائد جيوشه في حملة لجنوب الشام حرر بيها الرملة والقدس من أيدي العبيديين. في التوقيت ده بقى اللي كان بيفتح فيه قلب أرسلان المناطق المجاورة ليه، كانت دولة بيزنطة بتحاول ان هي ترجع الاراضي اللي بدأت تفقدها في المنطقة، وخصوصا بعد وفاة الامبراطور البيزنطي قسطنطين العاشر اللي تولت الحكم من بعده الامبراطورة إيدوسيا. حبيبي مفيش صور فما تركز عشان ما تهيش معايا، ركز في الحلقة. وعلشان تضمن ولاء الجيش ليها اتجوزت من قائد الجيوش رومانوس اللي بدأ يحكم البلاد كلها وجهز جيش كبير جدا وصرف عليه الاموال وخلى اغلب الجيش من متعصبي لغاية الجيش ده ما وصل عدده ل 200,000 مقاتل. وفي الوقت ده فتوحات الب ارسلان وصلت للمناطق الارمنية اللي كانت خاضعة للدولة البيزنطية. غضب رومانوس جدا وصمم انه يعمل حركة مضادة علشان يحافظ على الامبراطورية البيزنطية، وهجم على بلاد الشام وبدأ من الشمال واباد المناطق الشمالية كلها. ومش بس كده، ده حب يقضي على السلاجقة كلهم بقيادة الب ارسلان علشان يحافظ على الدولة البيزنطية، وجهز جيش كبير اتحرك بيه من قسطنطين عاصمة الدولة البيزنطية لشرق تركيا في منطقة اسمها ملاذ كرد. اتحرك الجيش اللي كان مكون من الروم والفرنجة والروس والبلغاريين واليونانيين والفرنسيين، ومعاه 200,000 مقاتل بالاسلحة الكاملة بتاعتهم، و200 عجلة حربية بتجر كل السلاح اللي معاهم والمناجق، واهل بيزنطة كلهم مستنيين نصر حاسم على السلاجقة اللي لو اسقطوهم اسقطوا الخلافة العباسية. وكل المعطيات دي خلت رومانوس حاسس بالفخر والقوة والغرور، وما كانش حاطط اي احتمال للخسارة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الغرور لو بيصيب اي قائد هيدمره. في التوقيت ده بقى كان الب ارسلان في اذربيجان وسمع باخبار الجيش الهائل ده، وما كانش عارف يجمع اكتر من 15,000 مقاتل، وبقى الب ارسلان في موقف صعب جدا. انت متخيل معايا 15,000 مقاتل بيحاربوا 200,000 مقاتل، يعني اكتر من 10 اضعافهم، ده غير طبعا الاسلحة المنوعة من اكتر من بلد. فكان الوقت ده بقى محتاج للعقل السياسي المفكر مش لسيف القائد، علشان بالفكر ده يحقق المعادلتين، انه يعمل خطة قوية للمعركة وكمان يحافظ على ال 15,000 معاه من التهلكة المحققة. واول لما وصل الب ارسلان لارض المعركة دخل وعمل هجوم تكتيكي على مقدمة الجيش، ونجح انه يعمل نصر خاطف واخد الجنود ورجع بيهم علشان يبقى في حتة تفاوض بينه وبين رومانوس. وفعلا بعد النصر المبدئي ده رجع الب ارسلان بالجنود وبعت مرسول لرومانوس يفاوضوا فيه للهدنة. رومانوس
اخدوا بقى الغرور والكبر ورفض الهدنة وقال له مفيش هدنة غير في عاصمة الري في قلب السلاجقة، يعني بيوصل رسالة لقلب ارسلان انه كده كده هينتصر. بعد رد رومانوس على قلب ارسلان برفض الهدنة، اشار الشيخ العلامة الفقيه ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري على قلب ارسلان ان تكون المعركة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، علشان الخطباء في المساجد يدعوا الناس للجهاد في سبيل الله. وفي يوم الاربع 23 ذي القعدة عام 483 للهجرة، نزل قلب ارسلان من على حصانه وسجد لله تعالى ومرغ وجهه في التراب ودعا الله عز وجل بالنصر. وقبل المواجهة بلحظات صلى قلب ارسلان ركعتين ودعا وامن الناس وراه وبكى وابكى الناس وراه. وبعدها طلب السلطان قلب ارسلان من رومانوس الهدنة للمرة التانية ورفض رومانوس. وافتكر رومانوس بطلب الهدنة من قلب ارسلان للمرة التانية انه هيستسلم. وبعدها خطب السلطان قلب ارسلان في جنوده وقال لهم انني اقاتل محتسبا صابرا، فان سلمت فنعمة من الله عز وجل، وان كانت الشهادة فهذا كفني، واكملوا معركتكم تحت قيادة ابني، ومن اراد الانصراف فلينصرف، فما ها هنا لا سلطان لا يأمر ولا ينهى. لانه وقتها السلطان قلب ارسلان كان حاسس بفناء الجيش واستشهاده، وما كانش عايز وقتها يكون للخوف مكانة في قلوب الجنود، لا ده كان عايزها معركة والكل يبيع نفسه لله عز وجل. بعدها اخذ قلب ارسلان السيف وقال ان الامر التحام ما فيهوش رماية في الاول وهجم المسلمين على الروم. اتفاجئ رومانوس بالهجوم بدون رماية في الاول وكبر المسلمين واهتزت الجبال باصواتهم. حاول الروم الالتفاف حوالين المسلمين، لكن كانت فرصة كبيرة في وسط الغبار ان المسلمون يقتلوا في الروم وضارت الدائرة على العدو. زادت اعداد القتلى والاسرى بالالاف وانتصر المسلمون انتصار كبير وعظيم جدا. قلب ارسلان بعد انتهاء المعركة وهو واقف بيشوف الاسرى لقى طفل صغير البدن ونحيف جدا زي ما كل السير قالت عليه، سايق قدامه قائد الاعداء رومانوس، ودي المرة الاولى والاخيرة اللي قائد الروم بيقع اسير في ايدي المسلمين. وبسبب الحركة دي وبسبب معركة ملاذ كرد هيبة الامبراطورية البيزنطية ضاعت في اوروبا كلها. بعدها وقف امبراطور الروم مذلول ومكسور بين ايدي السلطان قلب ارسلان. وقف السلطان قلب ارسلان قدامه وفده يتجه حواليه مين وشمال وضربه على راسه 3 ضربات وقال له دعوناك الى الهدنة فابيت، لو كنت انا الاسير ماذا كنت تصنع؟ رد عليه رومانوس وهو مكسور ومذلول بيقول له تكلم قبلي اولا. السلطان قال له فما ظنك بي؟ رومانوس قال له اما ان تقتلني او تشهرني في بلادك او تأخذ الفداء وتعيدني. فقال له قلب ارسلان ما عزمت على غير العفو والفداء. وتم الاتفاق ان الامبراطور يدفع ديته 1.5 مليون دينار من الذهب، والمبلغ ده كان بيساوي مجموع كل اللي بتنتجه بلاد الشام في سنة كاملة. وبدأ رومانوس في المراسلات علشان دولته تدفع له الفدية، وما قدروش يجمعوا له اكتر من 300,000 دينار من الذهب. وافق قلب ارسلان واخد الفدية وسامح رومانوس على الباقي مقابل انه يسيب كل اسير مسلم في ارض الروم. ويحصل بعدها معاهدة صلح يلتزم فيها الروم بدفع الجزية سنويا، ويعترف الروم بسيطرة السلاجقة على كل المناطق اللي فتحوها، وانها خلاص مش من بلاد الروم، لا دي تابعة للسلاجقة. ومش بس كده، لا ده هم هيتعهدوا قدام العالم كله بعدم الاعتداء عليهم مرة تانية. وبعدها اطلق صراحه ومن كرم اخلاقه اداله 10,000 دينار علشان يقدر يجهز نفسه للعودة. ومش بس كده، السلطان قلب ارسلان ارسل معاه جيش يحميه لغاية ما يوصل للروم علشان ما يتقتلش في الطريق ويبقى السلطان اخل باتفاقه. ومن ضمن الاذلال ان خرج الجيش براية كبيرة جدا مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علشان يوصل رومانوس للروم. في الوقت ده كانت وصلت اخبار الامبراطور في قسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية ان ازاي امبراطور الروم يحصل فيه اللي حصل ده، وكلهم قالوا ان ده بسبب كبره وغروره، فاصدروا بعدها قرار بعزله وعينوا ميخائيل السابع امبراطور على الروم. ولما وصل رومانوس الروم قبضوا عليه وحطوا الحديد السخن في عينه فتعمل. انتصار السلطان قلب ارسلان في المعركة دي كان نقطة تحول في التاريخ الاسلامي كله، لانه ساهم في اضعاف قوة الروم ونفوذها في المنطقة، وساعد كمان تدريجيا في القضاء على الدولة البيزنطية على ايدي العثمانيين. بعدها الاطراف السلاجقة كملوا فتوحاتهم لغاية ما توغلوا في كل تركيا، واصبحت المنطقة دي كلها جزء عزيز للمسلمين لغاية يومنا ده. وبسبب السلطان قلب ارسلان تركيا دلوقتي بكل مسلميها في ميزان حسنات القائد، علشان ده يعتبر نتاج وحصاد المعركة بعد استقرار الاسلام فيها. معركة ملاذ كرد ديت
بتأكد نظرية ان القلة دايما منتصرة على الاعداد الكبيرة بس لو كانت مؤمنة. وفي يوم السبت 10 من ربيع الاول عام 465 هجري الموافق 29 نوفمبر عام 1072 ميلادي، خرج السلطان ألبا أرسلان في جيش كبير جدا وصل عدده ل 200 ألف مقاتل علشان يغزو بلاد ما وراء النهر. وفي الطريق حصل خلاف كبير بين السلطان ألبا أرسلان وواحد اسمه يوسف الخوارزمي، ويقال في بعض السير ان يوسف الخوارزمي يعتبر من الخوارج اللي خرجوا على ألبا أرسلان. واقف السلطان يتكلم معاه، وبعدها في لحظة معينة طعن السلطان في خاصرته بخنجر، وقع السلطان واستشهد. بعدها الجنود اتجمعوا على يوسف الخوارزمي وقتلوه. استشهد السلطان ألبا أرسلان واتدفن في مدينة مارو عاصمة تركمانستان بجوار قبر أبيه. رحم الله السلطان ألبا أرسلان اللي توفى وعمره 44 سنة ومقدم كل الإنجازات دي للإسلام. اللهم وارحم شهداءك وكل من سطروا أسماءهم في التاريخ مدافعين عن دينك يا رب في كل بقاع الأرض، واحشرنا اللهم معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبس كده، أنا خلاص خلصت. سلام عليكم.